الأعزاء، عند المحاضرة الثالثة اليوم، بعد ما أخذنا بالمحاضرة الأولى والثانية، أجهزة والملوثات الهواء بالبداية وأسبابها ومصادرها، ما هي الملوثات اللي ممكن تأثر على الأجواء وأنواعها وتأثيرها على الإنسان وعلى الحيوان وعلى النبات. بعد ما أخذنا بالمحاضرة السابقة أيضا عدد من أنواع الأجهزة اللي تعالج تلوث الهواء الموجود، اليوم راح نكمل، عندنا 3 إلى 4 أجهزة نكملها ناخذها، وبعدها نتحول إلى الويست ووتر. الصوت واضح والصورة شباب حتى أكمل؟ نعم أستاذ واضح. نعم أستاذ واضح. أوكي. وصلنا إلى السايكلون اللي هو ما يسمى بالإعصار، صورته موضحة هنا، راح ناخذ نبذة بسيطة عنه، ومثل ما بالمحاضرات السابقة نشوفكم طريقة العمل من خلال فيديو مبسط. طبعا يتم تدوير الغاز المحمل بالغبار بسرعة بداخل المجمع اللي يكون هنا بشكل اسطوانة او اعصار، يعني اللي قلنا عليه اسمه السايكلون، وتخلق طبعا حركة دوامية وقوة طرد مركزي تسبب ابقاء هاي الجسيمات على الجدران واسقاطها الى الاسفل. طبعا راح يغادر الغاز من المنتصف مثل ما نشوف هنا، راح يغادر من المنتصف ويتحرك الاسطوانة بعد ازالة طبعا جزيئات الغبار للاعلى ويخرج من الاسطوانة. طبعا يعمل السايكلون على حركة حلزونية مثل ما تشوفون هنا، راح نشوف ايضا بالفيديو، على جميع الجسيمات الكبيرة والصغيرة منها، ولد وأدي إلى تكون تيار. طبعا عادة يزيل الجسيمات اللي هي تكون تقريبا 50 مايكرون، 90% نسبة كفاءة الإزالة لها، وكذلك أيضا 10 مايكرون، أما اللي أصغر من هذا فتقل نسبة كفاءة الإزالة له، لذلك تخرج طبعا بعض الملوثات منها ما تكون إزالتها مثل ما أخذنا بالمحاضرة السابقة، مثل باك هاوس اللي قلنا المكنسة الكهربائية اللي يزيل 99%، مع الجزيئات الكبيرة إزالته جيدة، لكن كل ما يصغر حجم الملوث راح تكون إزالته أقل. طبعا استخدم هاي بنطاق واسع بالملوثات معالجة مثل عندنا آلات الطحن، وكذلك عندنا تكسير الصخور والعديد من العمليات الصناعية اللي تحتوي على جسيمات كبيرة نسبيا، يمكن استخدامها لإزالة جسيمات أيضا أو جسيمات الصلبة، ويمكن أن تواجه العاصر عدد من المشاكل، طبعا منها قلنا إعادة تدوير هاي الملوثات والتعرير تكون موجودة داخل جزيئات، وكذلك عندك بعض الجزيئات والملوثات اللي تآكل الجهاز. نجي نشوف بكل بساطة آلية عمل سايكلون. صورة واضحة شباب مو؟ أوكي. هذا هو الجهاز، تبع عليه بكل بساطة. هو عبارة عن اسطوانة تكون بعدين مخروطية من الأسفل، هنا المجمع اللي يكون للملوثات، هنا الدخول وهنا الخروج الغازات. راح نشوف آلية العمل مالته. تدخل الملوثات منها مختلف أحجامها، تعاني إلى عملية الطرد المركزي اللي هو السايكلون الإعصار اللي راح يكون مستمر. لاحظ هذا الإعصار اللي راح يتولد يؤدي إلى دمج الملوثات مثل ما سرح الشوف أيضا، وزيارة حجمها، زيارة حجم الملوث والدمج مالته راح يؤدي إلى تجمعه هنا، أما في وسط أو محور الجهاز راح يخرج
الهواء او النقي يعني قدر الامكان نقدر نقول عليه، اللي بس فقط اللي يحتوي اقل من 10 مايكرون راح يخرج ايضا مع الهواء اللي يعتبر نقي. لا، بعد ما يخرج الملوث منه راح يعاني ايضا عمليه تدوير اخرى في حال وجود اي ملوث اخر ممكن ما خرج منه، راح يعالجه منه ايضا وراح يرجع وهي الملوثات. راح نشوف صوره اخرى. شوف لاحظ هاي اللي جاي يرجع من الاعلى راح يندمج ويا من ويا الملوث الجديد، راح يؤدي الى تكون شنو عندنا هنا ملوثات اكبر. كل ما يكبر هنا ويندمج ملوث مع اخر حجم مع اخر راح تقدر تتخلص من اكثر الملوثات. استمر هاي العملية. لاحظ هنا شنو اللي يصير عندك، يخرج تقريبا الهواء النظيف او النقي بنسبة 90 إلى 95%، لكن بعض الملوثات اللي هي قلنا اصغر من 10 إلى 5 مايكرون راح تؤدي الى ايضا تخرج مع الملوثات الاخرى. لاحظ هذا التيار راح يولد عندي ايضا مجال كهربائي يبعد، هو يحاول ان يبعد الملوثات اللي حجمها ايضا صغير قدر الامكان، ويذهبها وين؟ يرجعها الى بدايه عمل الجهاز. واضح شباب؟ من عنده سؤال؟ السؤال على هذا الجهاز. نعم. بس هذا الخط الاحمر شنو هو بالضبط؟ هذا مو خط، هذا خط وهمي حبيبي. راح يتولد بسبب الحركه الدورانيه المستمره للملوثات. اوكي؟ اوكي صار واضح. نعم. من عنده سؤال؟ اوكي، انا راح اسال. هسه انا دخل عندي الملوثات، تمام؟ وصار عندي هنا الاعصار، صح؟ واندمجت بعض الملوثات هنا وبعضها نزل وعند الاسفل. زين. لو كان عندي بس هنا كون عندي هذا الجهاز ايضا، فيا هو افضل معالجه الاولى اللي تبدي منها والاعصار لو من يرجع الملوث ايضا المتبقي هنا اللي ما تخلصت منه هنا ويرجع مره اخرى؟ يا هو الافضل عندي. يا هي من عندهم يا معالجه. استاذ الافضل، استاذ ممكن اجاوب؟ واحد بس يقرا لي اسمه اللي يذكر لي. نعم استاذ مسلم عقيل عبد الحسين. نعم مسلم. استاذ المعالجه اللي بتكون بالبدايه استاذ افضل، لان استاذ لان استاذ هاي الملوثات مرات تطلع. نعم. الملوثات اللي حجمها كبير راح تترسب بداخل الجهاز، اما الهواء يصعد وين الملوثات اللي تكون صغيره اللي تكون 10 مايكرو، فمن راح يرجع؟ راح يرجع نقي لكن حامل الملوثات اللي يكون حجمها 10 مايكرو، فبالتالي تقل الكفاءه مال الجهاز لان قل الحجم مال الملوثات. اسمع بعد بس اعيد الفكره. لا انا ناجت عندي ملوثات عالجت وقسم من عندها صعد، اوكي؟ رجع هنا المتبقي منه وين راح ينزل؟ هنا ويرجع الى الملوثات القديمه، تمام؟ اللي اصلا من المصدر. اما هذا فهو بعد المعالجه بس ما تمت بصوره كامله. يا هو الافضل. فقط مسلم يشارك؟ اوكي. احد يشارك بعد؟ افضل بالمعالجه طبعا، احنا هو اللي يفيدنا من هنا ناحيه. دائما حكينا على الاجهزه، اذا كنت حاضر المحاضره السابقه أن حكينا الجهاز كيفية عمله وشون يعالج، صح؟ الأفضل بالمعالج. يا هو الأفضل، يا هو اللي أكثر راح يسوي لي نسبة
معالجة أعلى. طبعاً داني أستاذ. نعم داني أستاذ راح يصفي بعد أكثر يعني. اسمك؟ علي أحمد كاظم. علي أحمد كاظم. إيه علي أستاذ. أستاذ لو أكو بعد جهاز ثالث يعني ورا الثاني هم ينقل بعد أصفى يعني. شنو السبب بس أبدأ أعرف أستاذ؟ لأن طلعت مثلاً 10 مايكرون من الأول، فالثاني راح يطلع مثلاً 5 مايكرون. إيش ما إيش ما جاي لك عاد يزغر بيها يعني يصفيها ينقيها أكثر. زين بعد بس اذكر لي اسمك حبيبي حتى سجل اسمك. تدرون كل محاضرة سجل اسماء اللي شاركوا. نعم اي شنو السبب؟ نعم زين زين اوكي شكرا لمشاركتك شباب باوع. هنا جت عندي ملوثات من المصدر تمام وتعرضت الى الاعصار. هاي عمليه الطرد المركزي صارت، صعد من عندي هنا هواء نوعا ما نقي لكن يحتوي على بعض الملوثات تمام. خليت له بالاعلى ايضا اعاده تدوير له مرة أخرى تمام؟ ونزلت بعض الملوثات صح؟ هذا الملوث اللي هنا خلينا نقول عليه 10 مايكرو تمام؟ أو 5 مايكرو ولقى هنا ايش قلت؟ 50 راح يسوي؟ راح يتفاعل وياه ولا مثل ما تلاحظون هنا؟ فاعل. راح يتفاعل هاي العشرة ويا الخمسين ايش قد صارت؟ 60 صح؟ إذا بهاي الحالة أنا سويت استفاديت من التخلص من هاي الملوثات. إذا الحالة الثانية هي الأفضل بعد ما شنو؟ بعد ما خلينا الجهاز الثاني هنا لإعادة تدويره. شنو السبب؟ الملوث اللي راح ينزل من عندي هنا الخمسة مايكرون راح يتفاعل ويا الخمسين أو المية أو المية وخمسين فراح يكبر حجم الملوث اللي قادم أيضا منه بالحالة الثانية بعد ما تتم عملية إعادة التدوير وراح ينزل بحجم أكبر والجهاز يكون التخلص مالته أفضل. واضح حلو أعيدها السؤال؟ نعم تعالوا شين يجبر الجزيئات الصغيرة حتى تتفاعل مع الجزيئة الكبيرة؟ هي سأل جزيئة شوف خوش سؤال ممتاز حبيبي. أنا هنا الملوثات اللي إجتي مصدرها واحد لولا؟ نعم سيد واحد مصنع قطن، مصنع متروكيماويات، أي مصنع أو تكسير الروك الحجارة الموجودة مثل ما ذكرنا بالشرح تمام. هاي هنا راح تجي هنا عندي الملوث نفسه الولاء نفسه قلنا زين اللي راح يخرج منه اللي هو الخمسة أو العشرة أو الخمستاعش مايكرون اللي ما يصير به عملية الإعصار أو الطرد المركزي بصورة صحيحة وينفذ منه راح يرجع هذا الملوث هنا بالأصفر شفناه قبل شوية. هو نفس المادة لو مو نفس المادة؟ نفس المادة بس ينفس لك. لا اسمح لي نفسها ولا نفسها. إذا ممكن تندمج هاي الجزيئة نفسها مع نفس الجزيئة من الملوث لو لا تندمج على أساس تندمج هي نفس المادة فراح تلقي تتفاعل وياها ويكبر حجمها. هاي الفكرة استاذ بس من المرحله الاولى كانت مفصوله عن الجزيئة الكبيرة لو هي اهم إيه نعم نعم حد ما حد ما شوف حد ما بدت عمليه الاعاده واحيانا ما يشكل المرحله الثانيه يعني ما عنده القدره الماليه للشراء وياي خليها بس هنا اقول لك اوكي هنا قدرت اللي اصفي علي انتبهت لي لكن من يصير المرحله الثانيه وياه تكون نسبة الزيادة بالكفاءة أعلى. واضح؟ لو أعيده. نعم سهل سؤال. بالنسبة للسايكلون إن شاء الله يكون عندكم واضح. شرح مالته مثل ما اتفقنا اللي نحتاج من كل جهاز من بدينا بالأجهزة المعالجة من أول محاضرة. كل جهاز موجود عندك أنا أحتاج به الأمور اللي ذكرناها سابقا
من نسبة كفاءة إلى شرح الجهاز زائد الرسم اللي هنا مطلوب. سجل يمك مطلوب. نجي على النوع الآخر من أجهزة المعالجة وهي المرسبات الكاروستاتيكية. الصورة واضحة مع المحاضرة يمكن؟ نعم سباقا. طبعا هو عبارة عن أجهزة تجميع نقول عليها كبيرة نسبية وتكون ذات سرعة منخفضة وتزيل الجسيمات بكميات كبيرة. طبعا ونفس الطريقة اللي تكون بها عملية الكهربائية الساكنة اللي تلتقط، طبعا تكون على الملابس الصغيرة واللي تحتوي الملابس اللي تكون من الصوف أو القطن. هاي المحولات تستخدم لتطوير طبعا قدرات الجهد العالي الغالية بين أقطاب الشحن والتجمع. المجال الكهربائي الناتج من التيار اللي يكون عندنا راح نشوفه أيضا من التيار الموجود بالغاز أثناء مروره طبعا عبر الجهد العالي يقدم التفريغ على شحنات الجسيمات واللي تنجذب بعد ذلك إلى التجمع وبشكل دوري ومستمر، ويتم إزالة طبعا الغبار المتجمع من ألواح التجميع بواسطة المطرقة راح نشوفها أيضا. وهذا الجهاز العلوي الموجود يخرج الجسيم الذي يسقط من القاع للإزالة. غالبا ما تكون هاي المرسبات كاروستاتيكية تكون بشكل سلسلة من ألواح لتجميع جزيئاتها. كفاءة التحصيل اللي تكون كاملة بالشاشة ويمكن أيضا تحقيق كفاءة تتجاوز 99%. والمرسب الكاروستاتيكي كذلك استخدم العديد طبعا بنفس هاي التطبيقات من منازل مثل عندنا الأكياس يتخلص منها، وكذلك محطات الطاقة والصرف اللي هي تكون مصانع الورق والمصاهر ومصانع الأسمنت ومصافي البترول. هاي طبعا ذكرنا ذلك ذكرون قلنا لازم تذكري وين المكان اللي يكون به دائما يا مصنع يعالج هذا الجهاز. وبعض التطبيقات اللي تكون إزالة بعض عندنا الجسيمات وكذلك المرسبات الكهروستاتيكية اللي تستخدم للتنظيف ويشار إليها باسم المرسبات الكهروستاتيكية. عندنا الرطب وعندنا الجاف. نجي نشوفه هنا. لا شباب المرسبات تكون الكهروستاتيكية هاي مصانع إنتاج كهرباء أو الصلب أو الحديد راح تجي الملوثات. راح نخلي هنا ألواح موجبة وألواح سالبة بالبداية، وكذلك أيضا اللي تستقبلها موجب وسالب، حتى الملوث اللي يجي اللي يحتوي على شحنات موجبة يتحول إلى المكان اللي بيه موجب، واللي سالب أيضا يتحول إلى المكان اللي بيه سالب وكذلك. لا هاي هنا يتم بيها عملية هنا عملية تجميع مباشرة. نسبة كفاءته طبعا دائما تكون عالية لأن التجميع مالته كهربائي. نجي نشوف النوع أعتقد الثاني منه. وهذا عمليات لا فقط هذا زين. نجي على نقدر نقول على المحولات أو المعالجات اللي تكون مؤكسدات حرارية يمكن تعمل هاي بكفاءة عالية جدا توصل إلى 99%. استخدم هاي المؤكسدات لتدمير طبعا المركبات العضوية المطيرة اللي تحتوي على الروائح السامة أو فقط اللي تحتوي على الروائح، وتحقيق طبعا درجات الحرارة المطلوبة توصل إلى ما يقارب 2000
فرهنهايت، درجة الحرارة اللي تساعد في عملية تدمير هاي الروائح وتدمير الملوثات اللي تكون موجودة. ويمكن أيضا تحقق المكسدات الحرارية معدلات استرداد عالية جدا للحرارة توصل إلى 95%، توصل إلى 95%. نجي نشوفها. هنا عندك الاير بوليوشن كنترول اللي سيطر عليه. هنا ايضا كاربون تاور، الكربون اللي تواجد هنا عندك، والفلتر باكس اللي هو نفس الفكره مالت المكنسه الكهربائيه هذا شباب، لكن بحجم اكبر طبعا، يعني عالج هنا صوره اكبر. هنا الويت اذا تذكرون الجهاز الثاني اعتقد او الثالث، العمليه الامطار اللي قلنا عليه اذا تذكروها اللي كان حاضر بالمحاضره. هنا ايضا عمليه التجميع وتدوير المياه مره اخرى. هنا عندنا ايضا المرسبات الكهربائيه اللي تكون رطبه. إذا هنا ايش نحتاج؟ نحتاج تجميع للأجهزة السابقة مع شنو؟ مع درجة الحرارة اللي قارب 2000 فرهنهايت للتخلص من هاي الملوثات. محطة معالجة عملاقة هاي تعتبر شباب. أستاذ نشوف النوع أعتقد الثاني لها. أستاذ هنا عملية وضع الملوثات. لاحظ مرار على تيار درجة حرارة توصل 400 سي دي زي اللي يوصل 1600 تقريبا ما يقارب أو أكثر، تحت ضغط معين. احترق الملوثات. عملية الاحتراق تكون مستمرة، راح تمر الملوثات بعد عملية الاحتراق إلى بايب آخر اللي هو يساعد في عملية مثل ما تذكرون قلنا الأمطار اللي تكون موجودة للغاز اللي راح يخرج بعد عملية الاحتراق، راح نصل بعملية تكثيف. لاحظنا بهذا التاور أيضا إذا تواجد عند السايكلون نفس الوقت أيضا يتخلص منه. يعني هنا تجمع مجموعة الأجهزة وتخليها مع درجة حرارة اللي تحرق الملوث حتى توصل الكفاءة اللي تريد. نأخذ آخر نوع اللي هو البايو فلتر. العفو سؤال قبل أن تقل دام. نعم بس منو اللي ترى علي أحمد لما قال. نعم علي.
طيب الجهاز قبل هو ذكرناه لكن يعني بنت الشطر الثاني انه لو توصل حراره 2000 فهرنهايت ويحتاج كميات كبيره من الوقود. السؤال نفسه هاي ما راح يصير له اثر عكسي مثلا اذا استخدم كميات وقود هم راح يصير لها مخرجات؟ لا 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 هو بنفس الوقت تمام صح سؤالك جدا منطقي. هو حاسب حسابه لانه اصلا هو الذي يعالج الملوثات الموجوده صح، مو يضيف ملوثات اخرى للبيئه من خلال الوقود اللي يحرقه صح. فالوقود الموجود نفسه راح يكون ايضا وين الملوثات اللي راح جاي يحرقه. واضح؟ نعم سواء بس نجي على البايو فلتر. طبعا البايو فلتر اللي تعتبر هي احدى العمليات للتخلص من البي او سي اللي يكون بشكل سوليد، وايضا الروائح الموجوده اللي تكون موجوده به، وهاي المشاكل اللي تكون نسبه الكفاءه مالته توصل الى 98%. نجي نشوف آلية وطرق عمل بعض البايوفلتر. نحن عندنا سي ووتر ذهب، وراح أخلي له قطرة من الهيدروكربون. هذا يمثل أن التجربة بكل بساطة عملية السيبيج أو الانسكاب اللي يكون في البحار أو المحيطات أو الخلجان اللي بسبب انقلاب ناقلة نفط تسمعون أو تسريب صاير إحدى ناقلات النفط الموجودة، وهذا هو الكريد أوير 100 مل خلوه من الكريد أوير. هنا إيش ضاف له شباب؟ نضاف له اللود دينسيتي من البولي سيلفر. لاحظ شنو راح يسوي لنا؟ بعد وقت طبعا معين شو انا سوا بشكل معقدات وعزل الكريد اويل. لا ذكرون بالبدايه شرحنا اللي يتذكر كان حاضر ان احدى المشاكل هي معالجه البقع او الانسكابات النفطيه اللي يكون في البحار او الخلجان اللي يتذكر هذا الشيء. فقلنا اما كانوا شو يسوون؟ يسوي عمليه حرق له وراح يتحول الهيدروكربون اللي هو من الكريد اوير الى اير بوليوشن. ما سوى له شيء بس مجرد شاله من البيئه البحريه وحوله الى البيئه هوائيه. وقلنا المعالجه الثانيه يجيب بعض المواد الكيميائيه تساعد على التخلص من الكريد اوير، لكن راح يكون ايضا بشكل معقدات، وهاي المعقدات راح تنزل وين؟ الى اسفل البحر، وراح تسبب كارثه بالقاع او في المناطق اللي تمر بها الاحياء البحريه او النباتات. قلنا احسن طريقه شنو اللي ذكر كانوا يستخدمونها؟ اوكي اللي ذكر افضل طريقه طبعا ذكرناها هي الطريقة اللي يجيبون بعض البكتيريا اللاهوائية تساعد على التخلص من الكريد أوير أو أي تلوث يكون بالماء. هذا أيضا نوع ثاني من البايو فلتر. راح يمر هنا واسط خليله بعض الفلاتر. هنا عندك 4 بروسيس حتى يوصل الى النقاوه اللي نريد نوصل لها، لا حتى يتخلص من الفيروسات والبكتيريا الموجوده. ايضا راح يدخل من هنا الماء اللي يحتوي طبعا على بعض الملوثات البكتيرية اللي ما ترى بالعين المجردة،
ضاوع. هاي راح تتفاعل مع الملوثات الموجودة وتجمعها. إذا تلاحظون هنا هنا عملية أيضا راح تكون الامتزاز اللي شفناها بالفحم من خلال التجربة بالمحاضرة الثانية. وهنا راح يخرج الماء النقي. إذا تلاحظون بعد نهاية مجموع الأجهزة راجعها بشكل بسيط وسريع، أخذنا عدد من الأجهزة وأنواع مختلفة، تمام؟ دائما تلاحظون الفكرة الأساسية من اختلاف هاي الأجهزة وعمليات تعاملها مع مختلف المصانع والملوثات الموجودة هي الفكرة. أهم شيء يجمع الملوث ويتخلص منه، يجمعه بشكل أكبر حجم حتى يخرج عندي أكثر نقاوة سواء للماء أو للهواء. منو عنده سؤال حتى نعبر على الويست ووتر؟ اللي عنده سؤال عن هاي المحاضرة كاملة. أستاذ أنا عندي سؤال. نعم، منو اسمك؟ محمد قاسم فالح. محمد قاسم فالح. نعم تفضل. أستاذ أنت قلت إذا أكو بقعة نفط بالمياه البحرية يحرق هاي البقعة النفط، زين من الأسهل إنه هو يتخلص من الملوثات الهوائية أو يتخلص من الملوثات المائية؟ إحنا قبل هذا يتخلص من عدك ملوث مائي. نعم قبل هذا إحنا نقول يا هو الأفضل إنك تحرقها لو تجيب لها بعض البكتيريا لا هوائية اللي تتعامل معها وتهضمها وتتخلص منها. أنا أسألك هسه يا هو الأفضل محمد؟ استاذ اجيب بكتيريا تخلص من عدها لان ما راح تسبب لي. هاي الفكره. اذا ليش احنا نقول، ليش انا قلت لك تجسه؟ انا اذا حرقتها راح اعرض البيئه الى شنو؟ الى الاير بوليوشن. واذا تركتها الى تلوث هوائي راح اعرض البيئه البحريه الى شنو؟ الى خساره. والدليل البقعه النفطيه اللي راح تكون بالبحر حبيبي او بالخليج او اي مكان بحري، المساحه اللي راح تغطيها راح تأثر على شنو؟ على الأحياء بوصول أولاً ضوء الشمس. أول راح يموت عندك الطبقة الأولى المتواجدة، لأن يعني الأحياء البحرية بتدرجاتها كل تدرج بحري أو كل عمق من البحر بتعيش به مستوى من الأحياء النباتية والحيوانية سواء عوالق أو أحياء كبيرة. أول بعد ما قلنا ما يوصل أصلاً ضوء الشمس إليه، شلون راح تتعامل وياه؟ شلون راح تقدر تعيش هاي الأحياء؟ إذا أنت راح تدمر بيئة بحرية كاملة في هذا المستوى. والانسكاب نحكي به إذا شايفين بعض التقارير العلمية يوصل إلى مسافة طبعاً كبيرة من البحر أو يأخذ مساحة يعني معينة تأثر. وحتى بعد فترة بعد ما يتحول أو ينقسم هاي البقعة النفطية اللي حكينا عنها راح تتحول إلى مناطق أخرى وراح تدمر أيضا بعض الأحياء الموجودة. أنت سؤالك صعب، يعني تقول لي أستاذ إحنا ليش ما نبقيها؟ مو هيك قصدك؟ ليش نحرقها؟ تمام؟ نعم أستاذ. أي نعم. هو وليش يحرقها؟ يقول لك أنا بدي أتخلص منها بأسرع وقت، وبنفس الوقت أنا ما لأن تكلفني البكتيريا اللاهوائية بجلبها وإنه يخليها وجيبيها نوعية اللي مع بقعة الزيت أو النفط اللي موجودة، لأن يعني تدري الناقلات النفطية مو تنقل فقط الكريد أويل، تمام؟ ممكن تنقل النفط الأبيض، ممكن تنقل بنزين غيره، يعني شوف شو النوع اللي جاي نقله. واضحة؟ نعم أوكي. شكرا عزيزي. من عنده سؤال بعد؟ زين أستاذ؟ نعم أستاذ. ما بخصتك؟ نعم استاذ انا اقدر احرقها استاذ واخلي فوقها الاجهزه اللي هي تنقي هذا الدخان اللي راح يطلع نتيجه الحرق. مسلم بالبحر ما تصير، بالبحر ما تصير مسلم. شلون راح تثبت هذا الجهاز؟
شلون راح ثبت وبقعة كبيرة. أنا طبعا مع الأسف ما جبت لكم فيديو عملية الحرق، ما نسيت، ما صار عندي وقت. أفرج أشوفك شلون تصير، ما موجودة صوريها شلون يحرق البقعة النفطية أو غيرها من البحر. فمن الصعوبة ثبت، شلون ثبت الجهاز يعني هسه مثل جهاز السايكلون اللي شفناه في سوتشي، شلون راح ثبته بالبحر عليه تخلص منه؟ مستحيل. نعم علي أحمد نور أو عيسى، تفضل عيسى. زين العفو أستاذ، شو ضعف هاي المادة الصفراء للكود أيل وبعدين استخرجه؟ هاي بايو شو اسمه اللي عارفين بوليمر، هاي البوليمرات طبعا هو هنا مشتغل شغل معين يسوي في المركب. هذا المركب يسوي شو اسمه النفط الخام، يحوله الى معقدات راح شو اسمه تتجمع فيما بينها ويتخلص منها بسهوله. طبعا ما راح ينقيه نسبه 90% ما يوصل النقاوه مالته، بس افضل يعني افضل ما تحرقه يقلله. لكن الافضل يعني من كل الدراسات الموجوده واللي صارت اللي درسوا الانسكاب البقع النفطيه الموجوده في البحار والخلجان، انه هو افضل حاله وافضل طريقه هي التخلص بواسطه البكتيريا اللاهوائيه طبعا، لان هي راح تهضمها. بكتيريا اللاهوائيه عيسى راح تسوي عمليه هضم، يعني يخلص بعد ما ينعان اصلا مستحيل يرجع للبيئه. هاي الفكره مالت يعني بهالحال احنا نقدر نستعمله مره ثانيه ككرود اويل لو تلف بعد؟ لا لا لا، انتي هو اصلا انسكب بالبحر، هو صار عندك بيشيله خساره انت، تفهمني؟ سواء حركته اي حركته يعني او ضفت له مواد كيميائيه، مواد كيميائيه راح تحوله الى شنو؟ الى مركبات ومعقدات اخرى، او جبت له البكتيريا اللاهوائيه راح تهضمه. هي الفكره من هذا الجانب شيء كله هو التخلص من هاي البقعة. يعني أنا كانت الفكرة ببالي إنه يعني بأجهزة معينة تجيبه وتعيده، لا ما يصير مستحيل، أو مثلاً مجرد بسحبه يعني. ما الصراحة لأن حسب اللي استعمله مرة ثانية مجمع عليه مصادر وهاي ما لحد الآن ماكو معالج هذا أبداً، أو ما يسحبه ويعيده ما. يعني كل الطرق تؤدي إلى إتلافه. أي بس إتلافه بها طريقة هي الأفضل، هي الفكرة. نعم أي نعم والله أستاذ شكراً عزيزي. أحد عنده سؤال حتى نعبر على المعالجة بالنسبة للويست ووتر؟ أحسن تعيس شاركنا أيضا. عيسى جواد نجي إلى معالجة المياه اللي تكون الصرف الصحي. طبعا هي بكل بساطة عملية تحويل المياه. الصورة واضحة مو شباب؟ المحاضرة يمكن نعم سباق تحويل المياه طبعا قلنا اللي موجودة عندنا اللي ما عندنا بها حاجة، مثل ما شوفناكم بوقتها مياه الصرف الصحي بالعشار. وهاي طبعا اللي ما تكون مناسبة للاستخدام، وهاي المياه يمكن تصريفها طبعا وإعادتها مرة أخرى للبيئة وتكون بشكل أنقى. وهاي الأنشطة اللي تكون مثل عمليات طبعا اللي أنا أخذها من الصرف الصحي وراح أعيده إلى البيوت أوكي بعد تنقيته، طبعا غير صالح للشرب أوكي، فقط استخدم عمليات الغسيل وعمليات التنظيف. وصلت طبعا مناطق عندك بأوروبا 90% من مياه الصرف الصحي اللي تخرج من البيوت
جاي يعيدها مرة أخرى لعمليات الغسل تبع علي فقط، غسل مثلا الملابس، غسل الصحون، غسل البيت، أوكي؟ ويبقى 10% يتم عمليات التلافي. عكس ناس أنت عندك مياه صرف الصحي كلها جاي تروح إلى الأنهر وجاي تلوث المياه العذبة، أوكي شباب؟ طبعا مياه الصرف الصحي تكون مليئة ملوثات مثل بكتيريا، مواد كيميائية والسموم. زين البكتيريا عرفنا، المواد الكيميائية من تجي المياه الصرف الصحي من يعرف؟ عفوا مواد تنظيف مثلا؟ اي تم، اللي هو مثل شنو؟ الزاهي، العملاق، التايت، الغير، هذا كله وين راح يروح من عملية الغسل؟ البيت، غسل الملابس او غسل البيت، او حتى الشباب اللي يغسل السيارة، هذا كله يروح وين؟ الى مكانات اللي تكون بها الصرف الصحي. زين شو راح نقلله؟ ذكرون شوفناكم التجربة قلنا اللي تكون بواسطة الفحم، طبعا هاي احدى المراحل اللي تساعد على عملية الامتزاز والتخلص من الروائح الموجودة من جبنة قطعة الفحم، وقبلها جبنة تراب، كذلك الميرندة. ذكرون هذا الفيديو اللي صلتكم يا أصلا أعتقد، هاي كلها جبنة قطع من الفحم وغطت السطح، بعدين ضفناه بغير دورة طلع عندي الماء بشكل نقي. وطبعا عندنا أعام محطات المعالجة اللي تكون بالصرف الصحي، هي محطة معالجة كيميائية وعندنا فيزيائي ومحطة المعالجة أيضا البيولوجي. هتستخدم هاي المحطات لمعالجة طبعا النفايات البيولوجية والمواد البيولوجية والبكتيريا، تفكيك طبعا هاي النفايات. وتستخدم محطات المعالجة الفيزيائية تفاعلات أيضا كيميائية بالإضافة إلى عمليات فيزيائية لمعالجة المياه. وتعتبر أنظمة المعالجة البيولوجية تكون مثالية لمعالجة مياه الصرف الصحي والمباني التجارية. تستخدم محطات معالجة المياه العادمة الفيزيائية في الغالب لمعالجة مياه الصرف الصحي من الصناعات والمصانع وشركات التصنيع. وطبعا عندنا معظم مياه الصرف الصحي بالصناعات تحتوي على مواد كيميائية وسموم، طبعا الضرب البيئة بصورة كبيرة. نجي إلى أول عملية من عمليات المعالج. طبعا الخطوة الأولى معالجة المياه الصرف الصحي ووضع أنظمة التجميع من قبل الإدارة والبلدية وأصحاب المنازل، وكذلك اللي تكون الأعمال الموجودة في كل مياه الصرف الصحي، وتوجيهها وين؟ لازم أوجهها إلى نقطة مركزية مثل ما نشاهد هنا. هاي أول خطوة، لازم أوجهها وين؟ إلى نقطة مركزية، وبعدها توجيه هذه المياه إلى محطات المعالجة. يعني ما تذب هاي المياه مباشرة، أنت توديها وين؟ إلى الأنهر. هذا أكبر خطأ، أنت لازم توديها وين؟ هاي بواسطة الصرف الصحي لازم تتوجه إلى محطات المعالجة، لازم تتوجه إلى محطات المعالجة مثل ما نشاهد هنا، توجه إلى محطة المعالجة ومن ثم يرجع وين؟ للنهر. طبعا محطة المعالجة ما تعالج 100% لكن تعالج 90 إلى 95%، وهذا يقلل بصورة كبيرة من تلوث المياه. ويكون طبعا عندنا بعض الأنابيب تستخدم هاي للمعالج. نشوف إذا ما عندنا هاي المحطات المعالجة. لاحظ شباب طبعا هاي عملية السكرين اللي راح ناخذها أيضا نشوفها شلون تتجمع بيها. هاي محطات معالجة على مستوى كبير جدا. بالمناسبة وين تتوقع يخلون محطة المعالجة مالت المياه إذا أنت مدينة البصل؟
استاذ قرب الانهار. اسمك؟ محمد قاسم فادي. محمد قاسم، اعرف قرب الانهار زين. بيا مكان هسه انت بالبصره تندب المدينه زين؟ وين قارف حدود المدينه؟ أنا ما أنت بالبصرة يعني هاف يعني مناطق بعيدة مثلا. استاذ عفوا حي انتصار بالهاف. السؤال أنت عندك هنا عايش مدينة البصرة، إذا في تخلي هسه محطة معالجة المياه وين تخليها أفضل مكان؟ استاذ تكون قريبة على النهر. أوكي قريبة على النهر. النهر طبعا أنت الشط العرب يبدي منين؟ من قرنا صح؟ ويمشي حد ما يذب الخليج صح؟ وين تخليها؟ بيا مكان أفضل مكان أستاذ؟ قبل ما صب النهر. قبل ما صب النهر ليش؟ ما أدري والله أستاذ. بعد فكر وياي، أنت ما جاي بس تحضر تسمع أنا إيش جاي أحكي لك. قال لي راح تجمع بي عن المواد الكيميائية غيرها. وين؟ بالأخير. بالأخير شوف حبيبي، أولا من أريد أخلي محطة معالجة طبعا عندي شروط معينة. أولا تكون بعيدة عن ملوثات المصانع. باوع المحطة هنا مفتوحة به، هذا ماي هنا أوكي. إذا أنا هنا خليته قرب مصنع أوكي، مصنع هيدروكربون، مصنع إنتاج لك حفر آبار نفطية، أي مصنع آخر، مصنع بتروكيماويات، مصنع ورق، هاي وين راح تجي ملوثات الهواء؟ وين راح تكون؟ راح تنزل هنا ولا؟ إذا ما سويت شيء، هاي أول خطوة لازم تكون المنطقة قدر الإمكان نقية، الهواء مالتها نقي. أنا يعني مو شرط اللي خليها قريبة على النهر أو منتصف النهر، أهم شيء ما تعرض الملوثات الهواء أول، نسبة النقاوة تكون جيدة بالجو الموجود العام. يعني أنا نفس هاي المياه الصرف الصحي أقدر أوجهها وين؟ وين ما كانت هاي المحطة. اثنين لازم تكون شوية على مكان مرتفع قدر الإمكان، يعني مو مرتفع بسرعة عالية بس قدر الإمكان ما يكون منخفض أوكي. هاي طبعا من أهم شروط تكون أو تواجد محطات المعالجة. العفو أستاذ. نعم أستاذ. ليش المكان مرتفع؟